السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم جبت لكم الفكرة اللي وعدتكم بها البارحة، أنه شلون تخلي الماطور ينطفي إذا انملى الخزان. راح أشرح عملي على السريع. أفتح الفضلة مالت الخزان الفوق وأشد بمكانها زبانة وأخلي صوندة عادية، هاي الصوندة العادية تنزل المي، وبعدين أنزلها يعني الأرض، أخليها تصب بدبة أو سطلة تسحب البلاك مالت الكهرباء. وهسه راح أراويكم إياها عملي، يعني أعتبر المي النازل من فوق أعتبره طاقة، وأستغل هذه الطاقة بإطفاء الماطور. وهاي الطريقة أنا مجربها من 20 سنة وناجحة 100% وما بها أي خطورة وأي مشاكل، بس راح تشوفوها عملي وأنتم تحكمون. هاي أعزائي المشاهدين، هاي الصواندة مالت الفضلة اللي نازلة من فوق، الصب بالدبة هاي مالت الزاهي الفارغة، يعني أنا سويتها للتجربة. وهذا بلك الماطور، هذا بلك الماطور، وهاي الشبكة مالت الكهرباء، وهذا القناص اللي مثبتها بالحيط، أنا ثبتتها للتجربة على مود تشوفوها، وهذا الخيط مشدود من البلك هذه الدبة، هاي الدبة، وهذا الخيط مشدود هنا على مود ما يوقع بالقاع. وهسه إذا أسلط أي وزن على الدبة ينفصل الماطور، هاي لاحظ طفى الماطور. هذه الدبة حتى ما ألقيها مليانة مايانة، فاتح بيها فتحة صغيرة تفريغ يعني بطيء، بقد فتحة يعني بقد قلم الرصاص، يعني فتحة صغيرة، وهي راح تفرغ المي. وهاي كلها ما تكلفك 3 دولارات، 5000 دينار عراقي ما تكلفك، وسهلة وناجحة 100%. وهاي دعمونا بلايكات والصلاة على محمد وآل محمد ومتابعة. بس بقت عندي ملاحظة، البارحة سألوا على التايمر هذا، قالوا شلون طريقة ربطه على الكهرباء. هذا تفصل بس الطرف الحار ويربط ذني الطرفين كل واحد على واحد، يعني مجرد يفصل الحار عن الماطور، إذا طفى الماطور يكون ما يبقى به الحار. وهاي يعني هو بيه بس طرفين، تفصل تفتح الحار وتربطه كل واحد على طرف، يظل يفصل الحار. وهاي شكرا لكم.